أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم الجهاد في زمننا هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟ أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وبين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لأنه لو انصرفت الأمة كلها للجهاد تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإيمان، واضبط كلمة الإيمان، اكتبها بحرف كبير. إذا استنفره الإيمان، إذا لابد من إيمان يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإيمان يجب أن يخرج. فمثل يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليه بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون الجهاد فرض عين. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من راية إمام، وإلا لكان عصابات. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا، نحن الآن في حاجة لجهاد النفس. القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.